حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في نادي الجيش الرياضي. اسس نادي الجيش عام 1930 واعيد تشكيله في الخامس من شباط عام 2009 وحسب الامر الوزاري 78. يتالف نادي الجيش من المقر واربعه شعب رئيسيه، وهي شعبه الاداره والميره، شعبه التدريب البدني، شعبه الفرق الرياضيه، بالاضافه لقسم ذوي الاحتياجات الخاصه، فضلا عن المفرزه الطبيه وفصيل الحراسه والحمايه. كما يحتوي النادي على مسبح اولمبي وقاعات خاصه بتدريب تلك الرياضات. يشارك النادي 12 لعبة فردية فضلا عن 5 ألعاب فرقية. أما هيئته الإدارية فأول من تسنمه هو العميد عادل بشير. أول من تسنم إدارة نادي الجيش الرياضي هو الرائد تدريب بدني فلاح طه، وتناوب على إدارته عددا من خير الضباط الجيش العراقي. كان ولا يزال نادي الجيش بهيئتيه الإدارية والتدريبية يعملان على تأهيل وتدريب كافة منتسبيه من الرياضيين من أجل مشاركاتهم المحلية والدولية وحصد أفضل الألقاب. في أمان الله.